المهندس، ننتقل إلى خبر آخر. للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء استقبل اليوم بمطار القاهرة رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، الزيارة من أجل حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق في شتى المجالات بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين، وبحث عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والحرب على تنظيم داعش. عقد رئيس الوزراء مع نظيره العراقي جلسة مباحثات بالمطار، طرح خلالها العبادي رؤية بغداد حول مستقبل المنطقة على أساس التنمية وبسط الأمن بدلا من الخلافات. معي الأستاذة صفية حمدي على الهاتف، المحررة بشؤون مجلس الوزراء. أستاذة صفية مساء الخير. مساء الخير، أهلا بحضرتك. ممكن تكلمينا عن التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، ما هي هذه المجالات؟ يمكن كما أشرت، ورئيس الوزراء التقى نظيرها العراقي في مطار القاهرة اليوم، انعقد بالفعل جلسة المباحثات ملف الإرهاب والتعاون وضرورة وجود جهد دولي لمكافحة الإرهاب، كان على أبرز الملفات اللي تم مناقشتها خلال جلسة المباحثات اليوم. تم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك جهد دولي لمكافحة الإرهاب والتعاون في هذا الشأن، وقدم رئيس الوزراء العراقي العزاء لأسر الضحايا والشهداء أي الإرهاب في مصر. تم الاتفاق خلال اللجنة على ضرورة أن يكون هناك انعقاد اللجنة التجارية المشتركة، وعلى أن يتم رفع توصياتها للجنة العليا، والمنتظر أن يتم عقد اللجنتين في القريب العاجل. خلال المباحثات رافق رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة والبترول، وكان هناك أيضا الوفد المرافق لنظيرها العراقي. يمكن كما نعلم هناك ملف البترول والتعاون في مجال استيراد شحنات من البترول من العراق، احد الملفات اللي بيتم التعاون والتباحث بشانها باستمرار. يعني الملف الامني وملف البترول. بالفعل الملف الامني والبترول كان من ابرز الملفات، ويمكن يعني عند انعقاد اللجنه التجاريه المشتركه بالفعل بالتاكيد سيكون هناك ملفات اوسع لان هناك اتجاه لان يتم زياده والتوسع في التعاون ما بين البلدين. بشكر حضرتك أستاذة صفية على هذه المعلومات ومداخلتك التليفونية. مشاهدة